الشعبه ديال سيونس فيزيك المعدل المطلوب 15-40، فالولوج الصيدله بالرباط المعدل وصل 16-80، حمله البكالوريا علوم زراعيه العتبه توقفت عند 12. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، واليوم مع موضوع جديد، فكنرحب بكم جميعا على بركه الله. اذا تبع معايا بالتدقيق غادي نشوفوا معدلات الانتقاء ديال سنه 2018 المدارس الوطنيه للتجارب والتسيير لان سي جي. الشعبه ديال اس في تي و بي سي وصل معدل الانتقاء ل 15.45. الشعبه ديال سيونس ماط المعدل المطلوب 13.45. سيونس ايكونومي جيستيون كونطابل، اذا علوم الاقتصاد وعلوم التدبير المحاسباتي، المعدل المطلوب لو سي هو 12.55. بالنسبه للمدرسه الوطنيه علوم تطبيقيه فعتبت الانتقاء موحده بين جميع المدارس بالمغرب، اذا مجموع المدارس كلها موحدين عتبت الانتقاء فيما بينهم. الشعبه ديال سيونس فيزيك المعدل المطلوب 15.40. سيونس مات وصلت العتبه 12 وقفه. الشعب التكنولوجيه وشعبه علوم الحياه والارض العتبه وصلت 16.5. لانسان المدارس الوطنيه للفنون والمهن بكل من كناس والدار البيضاء ليكول ناسيونال سوبيريور داغيميتي، كل من مسلكي علوم الحياه والارض والعلوم الفيزيائيه عتبه وصلت 17.25. العلوم الرياضيه وصلت العتبه 13.40. باك مهني وباك تكنولوجي وصلت العتبه 16 وقفه 16 بي. نمروا الان كليات الطب السبعه الموجوده بالمغرب، العتبه ديال الانتقاء موحده بين جميع شعب ومسالك البكالوريا اس في تي، سيونس اغرونومي، سيونس مات، سيونس فيزيك، هادو كلهم العتبه ديالهم موحده. كليه الطب وجده العتبه 14 وقفه. كليه الرباط 14.55. كليه فاس 14.80. كليه طنجة وكليه اكادير العتبه المطلوبه 14.95. كلية الطب مراكش 15.20. كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء العتبة وصلت 15.80. ولوج الصيدلة عن طريق البكالوريا. بالنسبة للشعب ديال علوم الحياة والأرض، علوم زراعية، علوم فيزيائية وعلوم رياضية، فلولوج الصيدلة بالرباط المعدل وصل 16.80. أما كلية الصيدلة بالدار البيضاء المعدل وصل 16.95. بخصوص كلية الطب والأسنان بكل من الرباط والدار البيضاء المسالك دائما سيونس في اتر، بي سي، سيونس اغرونومي، سيونس مات. كلية طب الأسنان بالرباط العتبة وصلت 16.75. كلية طب الأسنان بالدار البيضاء وصلت 16.95 العتبة. المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لينا ليكول ناسيونال دارشيتكتور بالرباط وحدات كذلك حتى هي عتبت الانتقاء ديالها لجميع المسالك البكالوريا المعنيين اللي هي علوم الحياه والارض، علوم فيزيائيه، علوم رياضيه، علوم زراعيه، علوم اقتصاديه، وكذلك علوم تكنولوجيا. هادو كلهم العتبه ديال الانتقاء من اجل ولوج المباراه هي 15.88. المدرسه الوطنيه للفلاحه بمكناس ليكول ناسيونال داغرونومي مكناس ديال حشق الدوري، حملة البكالوريا علوم زراعية العتبة توقفت عند 12. مسلك علوم الحياة والأرض سيونس في اتر العتبة وصلت 15.51. مسلك الفيزياء الكيمياء بي سي وصلت العتبة 17.18. علوم رياضية ألف سيونس مات أ العتبة وصلت 16.85. سيونس مات بي العتبة وصلت 16.13. سيونس مات أ 16.85، سيونس مات بي 16.13. المعهد الدولي للسياحة بطنجة ليزيد، مسلكي اقتصاد عام ايكونومي جينيرال وعلوم التدبير المحاسباتي سيونس جيستيون كونطابل. الشعبة ديال ماناجمنت اوبيراسيونيل دو لوتيليري اي دو لا ريستوراسيون العتبة توقفات عند 13.5. بالنسبة لتخصص ماناجمنت توريستيك في كل مسلك علوم رياضية وعلوم تجريبية والآداب وعلوم الإنسانية العتبة توقفت عند 15.30.
المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المعروف بليسكاد في مسلك الإجازة المهنية ليسونس برو شعبة العلوم الرياضية العاتبة المطلوبة 16.95 مسلك علوم الفيزياء 17.99 علوم الحياة والأرض العاتبة المطلوبة 18.20 عاتبة الانتقاء باش دوز المباراة 18.20 سيونس ايكونومي العاتبة وقفات عند 17 المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات لانستيتي سوبيريور دي سيونس دو سونتي لي تريبل اس تخصص العلوم التمريضية سيونس انفيرميير بالنسبة لكل من المسالك سيونس مات سيونس في اتر سيونس فيزيك سيونس اغرونومي هادو العتبة اللي مطلوبة 14.75 تخصص القبالة ساج فام سيونس مات سيونس في اتر بي سي سيونس اغرونومي العتبة المطلوبة 12 واخيرا لابوراتوار بيوميديكال شعبة ديال سيونس مات سيونس في اتر سيونس فيزيك سيونس اغرونومي العتبة واقفة عند 15 بي نمرو دابا للمعاهد المتخصصة في الأشغال العمومية لي زي اس تي بي لي زانستيتي سبيسياليزي فو ترافو بوبليك بخصوص لي زي اس تي بي كيعتمدو الصيغة ديال المعدل العام للبكالوريا المعدل العام ديال البكالوريا اللي داخلة فيه كل من الامتحان الوطني ب 50% الجهة ب 25% والنقطة ديال المراقبة المستمرة ديال الثانية بكالوريا ب 25% إذا الشعب ديال العلوم الرياضية والشعب ديال العلوم الجانبية بجميع مسالكها والشعب ديال العلوم الاقتصادية وكذلك علوم تكنولوجيات وبكالوريا مهني وجد سبيسياليتي لوجيستيك العتبة وقفت عند 13.03 في السيفيل العتبة وصلت عند 14.12 دائما في وجدة لي اس تي بي ديال فاس العتبة وصلت عند 14.36 لي اس تي بي اكادير العتبة تحددت في 14.42 واخيرا مراكش العتبة توقفت عند 15.12 في البكالوريا في نهاية هذه الحلقة نتمنى انني نكون قربتكم شوية وضحت الصورة حول الموضوع والى موعد جديد ان شاء الله عما قريب السلام عليكم.